مشاهدينا جانا حركم على مباشرة، واسمحوا لنا الحقيقة نستقبل ضيوفنا الأعزاء مع بعض. النهاردة بنتكلم عن معرض الكتاب العظيم اللي تحت شعاره الحقيقة السنة دي هو ثقافة التنوع، أي تبادل الثقافة بين شباب مصر الأعزاء وشباب القارة الأفريقية العظيمة. اسمحوا لنا الحقيقة في الاستوديو نرحب بكل ضيوفنا. دكتور نانا المصري كاتبة صحفية، أهلا بحضرتك، وبنرحب كمان بدكتور سيد غيص ناقد وشاعر صاحب دار نشر. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. دكتور نانا، ابتدي مع حضرتك طبعا، ادينا بس نبذه سريعه كده عن معرض الكتاب الدولي اللي معظم شبابنا الاعزاء بيقبلوا عليه، واكيد الاطفال كمان بيقبلوا عليه جدا. عايز اعرف نبذه سريعه عنه وتاريخه العظيم، وبعدين نرجع مع بعض عشان نتكلم عن شعار السنه دي، وهو شعار عظيم جدا الحقيقه. الحقيقه ان المعرض السنه دي متميز جدا بدقه قوي في الاداء، تنوع في الفكر. زي ما يكون بستان، انت بتدخلي بستان بتقطفي من كل مكان ورده. صحيح. المكان حلو قوي، مترتب كويس، متامن كويس. في اقبال جامد جدا من الشباب على فكره. السنه دي الشباب اقتنعت مبدئيا ان السوشيال ميديا والكتاب الالكتروني ما عادش زي الكتاب الورقي. صحيح. الكتاب الورقي شيء طبيعي ان هو اخذ مجال اكبر واوسع في الفكر، ويرجعوا زينا زمان. ان انت زمان لما كنت تمسكي كتاب في ايدك كنت بتحسي بقيمه المعلومه. صح. كنت بتلاقي معاناه عشان توصل لك. لكن دلوقتي في شباب كتير كانت بتتجه للسوشيال ميديا، وده طبعا غلط جدا. على فكره السوشيال ميديا ما بتجيبش ثقافه زي الكتاب الورقي. السنه دي هتلاقي فيه اقبال كتير جدا من صغار السن. بداوا يقتنعوا بالفكره ديت وبداوا يقبلوا عليها. في ستات كتير جدا على فكره بتقبل برضه. دور النشر مختلفه ومتنوعه ومتعدده. لكن طبعا دور النشر بتاعنا الدكتور سيد متميز عن اي حد. اكيد. دكتور سيد، الحقيقه برضه عايزه اعرف من حضرتك راي حضرتك في شعار السنه دي لمعرض الكتاب الدولي، وهي ثقافه التنوع، وفي مبادرات كتيره مقامه على هامش المعرض الحقيقه زي كتاب في يد كل طالب. قبل ما نتكلم عن المبادرات عايزه اعرف راي حضرتك في شعار المعرض السنه دي. والله حقيقه اطلقوا طبعا هذا التايتل الجميل، بنقول التنوع. مش التنوع بس الفكري والثقافي، لا، التنوع كمان المعرفي من خلال تواجد البلاد مع بعضها. 38 دولة تشارك في هذا المعرض السنة دي، 900 دار نشر. السنغال هي طبعا الدولة المستضافة. بنقول فعلا المعرض السنة دي غير كل سنة، عليه إقبال كبير جدا جدا. المعرض منظم ومنسق بطريقة فعلا حضارية تليق بحضارة مصر الثقافية، تليق بأنه يكون تاني معرض على مستوى العالم بعد فرانكفورت بتاع ألمانيا. بنتمنى طبعا قراءة ممتعة للجميع، وبنرحب بكل الزوار طبعا اللي أتوا لمصر من الداخل ومن الخارج. هايل. عايز اعرف من حضرتك دكتور نانا، يمكن في كتير من شبابنا ما بيبقوش عارفين ازاي يساعدوا في نجاح هذا المعرض العريق، وهذا المعرض اللي دايما الحقيقه احنا كمصريين بنتشرف بيه جدا، ان احنا نرعى حدث كبير زي حدث معرض الكتاب الدولي، خصوصا ان هو في دورته ال 51. دور الشباب هنا ايه بقى؟ والله هقول لحضرتك على حاجه. الشباب كده كده هم ما شاء الله عليهم عندهم من الوعي والفكر ما يكفي عننا زي احنا زمان. عندهم كميه من الرقي جامده جدا. لو حضرتك دخلت المعرض هتشوفي رقي الشباب والبنات عاملين ايه. النظام، النظافه، نظافه المكان. النظام حتى في اختيار حتى مهما كان المكان زحمه جدا، لكن في نظافه، في نظام، في فكر راقي. لما بتيجي تتناقشي مع بنت او شاب دلوقتي انا عايز الكتاب المعين، بيقولك لا انا عايزه اقرا عن شيء كذا، يعني عارفه هو محدد فكره، هو عارف هو عاوز ايه. هو عايز يقرا عن ايه. مش داخل حتى لو يتفرج بس، لا. هو داخل محدد، عايز كتاب بعينه، يعني عايز هو كتاب داخل محدد هدفه. انا عايز اثقف دينيا، عايز اثقف اقتصاديا، عايز اثقف ادبيا. هو عارف هو عاوز ايه. مجرد انه يحدد هدفه، مجرد انه هو يتبع النظام والسلوك الصح،
هو دوت كفايه، ده كده هو شارك بكل حاجه. اكيد دي حاجه مهمه جدا الحقيقه، وهي النظام، ودايما بيشهد لمعرض الكتاب الدولي انه بيكون منظم جدا الحقيقه على اكمل وجه. بنكون بس جداً بنقلق شويه من الزائرين، مش بالزبط. من مش من القائمين على لا 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 لا. المعرض. فحضرتك طمنتينا ان كمان سلوك الشباب مهم رائع. جدا، وحضرتك قلتي كمان في البدايه ان المراه المصريه كمان مشاركه بدور فعال جدا. اكيد يعني اولا انت لو دخلتي هناك وشفتي الزحمه بتاعه السيده المصريه حاجه فخر ليكي. الحمد لله بجد جدا. على فكره معظمهم ستات بيوت على فكره، ومعظمهم مش بيشتغلوا، مش عاملات، ومع ذلك تقفي تتكلمي معاها تقولي لها انت عايزه تجيبي ايه، تقول لك انا عايزه اقرا في المكان الفلاني او الموضوع الفلاني عشان ابني او بنتي عايزاه يوصل له المعلومه الفلانيه. يعني هي بتديكي فكرها، انت بتساعديها، تقولي لها طب روحي اشتري الكتاب الفلاني او روحي المكان الفلاني تقدري تلاقي المعلومه دي فيه. هايل. دكتور سيد، الحقيقه من كلام دكتور نينا كده احنا اطمنا ان الكتاب لسه محتفظ بمكانته، لكن عايزه اعرف من حضرتك يعني هل الكتاب الالكتروني بدا شويه برضو يكون في المنافسه، بدا كمان الشباب او معظم الفئات تتجه اكتر للانترنت، ولا الكتاب لسه محتفظ بمكانته؟ زي هو حضرتك طبعا احنا مش ضد الحداثه خالص اكيد يعني. تمام، ولكن بنقول يا ريت الاثنين يحذوا في حذو واحد ويسيروا في ايه في اتجاه واحد. الكتاب الالكتروني في الفتره الاخيره طبعا طغى وبغى على الكتاب الورقي، ولكن الكتاب الورقي له سطوته. هيفضل فعلا في قلوبنا، وهيفضل طبعا ايه بين ايدينا الى يوم يبعثوه، بدليل ان رب العزه سبحانه وتعالى جعل كتب السماوية كلها في كتب ورقيه. صحيح. فلا الكتاب الورقي فيه صحوه دلوقتي وفيه طفره جديده بالنسبه للشباب بيتجهوا الى الكتاب الورقي. كل الوقت بيتجه اللي هو يجمع مكتبه تمام، وتبقى لكن مكتبه الكترونيه ممكن فلاشه تبوظ، ممكن هارد يضرب، ممكن حاجات زي كده يحصل لها اي حاجه. يعني الالكترونات معرضه طبعا اللي هي تنهار في اي لحظه، ولكن الكتاب هيفضل كما هو الى يوم يبعثه. جميل. الحقيقة دكتور سيد كلامه مهم جدا، وفكرني بحاجة كمان، ان مهما مرت العصور ومهما بقى في فعلا حداثة او في انترنت وفي سوشيال ميديا وفي الحاجات دي كلها، بنلاقي الاجانب عندهم صفة جميلة جدا الحقيقة محتفظين بيها، الكتاب. صديق. قاعد في مطار بيقرا الكتاب، قاعد على بحر معاه الكتاب، قاعد في بس بياخد راحة بين الشوبينج لو هيعمل شوبينج معاه الكتاب. بالزبط. في الشغل معاه الكتاب. دي هنا بقى الثقافة بتاعتهم بتقول كده، أو الكالتشر نفسه أو البيئة بتاعتهم عودتهم على الحكاية دي، ولا دي حاجة يعني هو الفرد نفسه بيكون حريص عليها؟ لا، هي البيئة. البيئة طب نفسها. أنا هقول لحضرتك على حاجة. أنا عندي والدتي وأنا كنت صغيرة كانت عندها القراءة دي شيء مهم جدا جدا، ولغاية دلوقتي ربنا يديها الصحة يعني عدت سن كبير، ومع ذلك ما شاء الله لغاية دلوقتي بتقرأ. وهقول لك حاجه كمان اكتر، ان الدكتور سيد عامل مبادره دلوقتي جميله جدا، لسه بندي فيها. لسه اتكلمنا عن مبادرات كتير. لا ده لسه، ده في مبادره جامده جدا جدا على فكره، هتلاقي اقبال حلو قوي من الشباب. في كل مقهى مكتبه صغيره. الله الله. حضرتك على فكره هو استنساخ من اللي كان موجود قديما، وده اللي يعمل بيه حاليا في فرنسا. كل كافيهات فرنسا، بريطانيا. لما سافرت طبعا اسيا واوروبا لقيت الموضوع ده متواجد، وحضرتك فعلا نوهتي سلفا وقلت فعلا في كل الاماكن بيقراوا. انا لقيتهم في المترو بيقراوا. أيوة. صحيح. في الحدائق بيقراوا، قاعد بينتظر صديقه بيطلع من شنطته ايه كتاب ويقرا. يعني الثقافه مهمه جدا جدا. ليه؟ لانها هي فعلا عنوان لكل الشعوب، عنوان لشعب راقي. متى في منهم الحقيقه كمان بيتعودوا او بيعتبروا ان الكتاب ده صديق. هو صديق الانسان. بالزبط. هو فعلا اعز حاجه عنده وبيحتفظ بيه جدا، ولو الكتاب حتى ممكن انه ضاع او مش لاقيه او حاجه تلاقيه توتر ومتضايق وزعل، ومش بنلاقيهم بقى زينا ماسكين الموبايل ومثلا بيلعبوا بيه او بيشوفوا معلومه عليه. لا، هو الكتاب، هو عارف هو عايز ايه. على فكره حضرتك عفوا في المقاطعه، وحضرتك طبعا بره بيستخدمهم النت والسوشيال ميديا 80% ايجابي و20% سلبي. احنا بنستخدم 80% سلبي و20% ايجابي للاسف. اتفضلي يا دكتور. للاسف. اللي يدرس علم النفس يعرف ان الكتاب هو خير صديق ليكي، خير تابع ليكي. صحيح. زحمه الحياه كتير ومشاكل الحياه كتير وتقلبات الاوضاع في الجو كتير.
تقلبات الاصدقاء كتير، فهو ده صديق العمر وهيتقلب. هو ده الكتاب بتاعي اللي انا منزلاه في المعرض السنه دي، ولن ينقلب عليه. يعني ده حاجه جميله جدا. ده كتابي اللي انا عاملاه في المعرض السنه دي عن تقلبات الاصدقاء وتقلبات الناس اللي حواليكي. الله. مسميها هلوسة نانا. هو ده الكتاب. ورينا كده حضرتك العنوان. الله، لو الكاميرا تجيبه كده. هلوسة نانا. أيوة. طب عرفينا على العنوان. اشمعنى هلوسة يعني؟ انا لما جيت اقول مثلا صديقتي دي خانتني، او صديقي ده ما طعمش في العيش والملح، ما ينفعش اقولها. فاهمه؟ الكلمه بتبقى صعبه، لان الكلمه ممكن تقتل وممكن تحيي. فانا جبتها بطريقه هلوسة. يعني عملت لها زي السيناريو كده، بس هي مش قصه، زي السيناريوهات كده لمقاطع اوصف فيها الصفه الشاذه او المش كويسه دي او القفه اللي في المجتمع، واقوم جايباها بحوار بونبونه عن طريق قصه بسيطه يعني. اي أوكي. لفه كده. وفي النهايه حضرتك بتقري هلوسة، بتقولي ايه الست اللي بتهلوس دي. طب نخش نشوف الست الهلوسة دي. بعد ما بتوصلي لنهايه المقال من دول، لان هي مقاطع، لا دي مش هلوسة. زي ما الدكتور سيد قبل ما طبعا عمل لجنه كبيره عشان خاطر الكتاب بتاعي يجيب لي موافقه عليه، فهو استاذي يعني وانا ليا الفخر، قال لي دي اسمها فلسفه. لو انت كنت ده اللي كنت عايز فعلا اعلق عليها. وفعلا لما قرات الكتاب قلت ده فلسفه نانا، مش هلوسه نانا، لان هي عامله سبوت لايت على بعض الامور الحياتيه المهمه جدا 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 اللي احنا لازم نقرا فيها، لازم نعيها، لازم نعمل لها. شجعتونا الحقيقه ان احنا نقرا الكتاب. لازم نقرا. لا ما شاء الله. وكتاب اجتماعي مهم جدا جدا، وقلما تجدي هذه الكتب على الساحه الادبيه. الوقت الروايات اللي هي اخذت عناوين مفبركه خياليه كلها وكلام مش مفهوم، هي اللي المتواجده الوقت على الساحه، وهي اللي ضربه معرض الكتاب. وفي النهايه تيجي تقعدي مع البنت او الولد سهلة. في سن الجامعه او المراهقه او الشباب، يعني لخص لي الروايه دي، يطلع زيرو يعني في الفراغ. يعني كل قراءاته راحت. زمان كنا نقرا الروايه نطلع بمغزى، نطلع بفكره، نطلع بقصوصه. يعني الوقت لا، كلها خيالات، سحر اسود، سحر سفلي، خيالات، فضاء. يعني فين القيم؟ تربينا على يحيى حقي، حسين عبد القدوس. أيوة. يوسف القعيد، يوسف السباعي، يوسف ادريس، نجيب محفوظ. هؤلاء العمالقه هم ارسوا قواعد القصه والروايه في مصر. اكيد. نعم. الحقيقه حضرتك يعني كلامك جميل جدا، ان فعلا لازم ان اي كتاب احنا بنقراه ان احنا نطلع منه بمعلومه، مش بس كمان نطلع منه بقواعد ونطلع منه بقوانين، عشان حتى ما نرجعش نشتكي بعد كده ان ليه يا جماعه العادات والتقاليد ما بقتش موجوده زي زمان، ليه. أيوة. الاخلاق حتى ما بقتش زي زمان. طب ما زي زمان، عشان بتوع زمان كانوا بيقروا فعلا اللي حضرتك بتقول عليه، وكانوا ناجحين جدا. اكيد. ما هو عشان هم فعلا بنلاقي الدكتور اتكلم عن حاجه مهمه جدا، ان الكتب دي فعلا بترسخ المبادئ وبترسخ الاخلاقيات. طبعاً. ودي حاجات مهمه جدا حضرتك. هو استوردنا فكر من الخارج لا يمت للفكر المصري او الحياتي باي صله. يبقى احنا محتاجين مثل هذه طبعاً الكتب. طبعا اكيد. بدليل نجيب محفوظ وصل للعالميه باغراقه في المحليه. شرح. صح. المجتمع. صح. المصري. أيوة. وعرض الحاره، وعرض عاداتنا وتقاليدنا، وحب الناس في الحاره، وازاي اصلا كانوا يد واحده. والفتوه اللي هو كان حامل حمى. تمام. يعني من اغراقه في المحليه وصل للعالميه. احنا بنجيب فكر مستورد. أكيد. الفكر المستورد ده بيضر البيئه، بيفيدنا بحاجه، لانه مش عاداتنا ولا تقاليدنا. لا لا خالص. اكيد. اكيد بتضر عاداتنا وتقاليدنا. احنا عايزين نتكلم الحقيقه عن المبادرات المشاركه على هامش المعرض، زي كتاب في يد كل طالب، وحضرتك كمان قلت لنا ان في مبادره وهي مبادره مستشفى 57، وفي مبادره كمان حضرتك قلت لنا عليها وهي مبادره المقهى تقريبا. صح. الثقافي. نعم. الثقافي. فانت تكلمنا عن كل واحده بس سريعا كده. حضرتك دار الاديب اطلقت ثلاث مبادرات طبعا خارجيه، خارج المعرض، ومبادره داخل المعرض. اول المبادرات اللي اطلقتها طبعا ومشينا طبعا فيها، وخدنا جوله كده في المدارس عشان نعمل تيستنج، لان احنا بنجري في الاجراءات الامنيه على اساس ندخل المدارس فعلا بانتشار. فكرة الكتاب في يد كل طالب على مستوى مدارس الجمهورية دي حضرتك مبادرة مجانية. هنوزع فيها 40,000 كتاب، دول اللي موجودين في مخزن الدار،
وبعد طبعا المعرض المرتجع هيدخل المخزن تاني، يبقى عندنا حوالي 50,000 كتاب بنتبرع بيهم لزيادة الوعي الثقافي في مدارس جمهورية مصر العربية. مفندة كالتالي، إعدادي طبعا بيبقى له فكر، وعاملين طبعا قوائم للكتب اللي تناسب هذا الفكر، وقوائم أخرى تناسب فكر طالب ثانوي، وهننتهي إن شاء الله بالجامعات. دي كلها مجانية، بنهدي مجموعة من الكتب لمكتبة المدرسة، تضاف طبعا إلى القائمة بتاعة المدرسة. احنا شايفنا ودخلنا أكتر من مدرسة لقينا اللي الكتاب المنهجي هو المتواجد على أرفف هذه المكتبات. وللأسف طيب يعني الكتاب المنهجي موجود على أرفف هذه المكتبات وفي شنطة الطالب، يعني من أين تأتي الثقافة؟ قلنا لابد أن نضيف فكر آخر. بدليل احنا استضفنا بعض الطالبات قالوا فعلا الكتاب الخارجي بيزود المدارك، بيوسع فكرنا، بيضيف معلومة جديدة. فكانت من هنا الفكرة، الفكرة سامية جدا جدا، هي مجانية طبعا، بنحاول ان احنا نثقف جيل، لان تثقف جيل تنجو من براصن الجهل. الفكرة التانية طبعا او المبادرة التانية هي مبادرة المقهى الثقافي. وجدنا ان المتسكعة كسروا على المقاهي من جيل الشباب، وهو ده على فكرة صلاح الامة في ايده. طب ازاي انت قاعد بتعمل ايه؟ قاعد بتعمل ايه؟ يعني طب اتثقف، قاعد في الفراغ، شرب الارخنة والتسكع ولعب الدومينو والموبايل والحاجات دي. طب لا، احنا هنحط مكتبة كده هيمد ايده فعلا يجيب كتاب يقرأ فيه، احنا عايزين نحشيله عقله. بنشوفها في بعض الكافيهات زي ما حضرتك بتقول، بس مش موجودة بطريقة منتشرة، يعني موجودة بس يعني ليميتد شوية. نعم. فدي لو توسعنا فيها أكيد هتنشيلنا كتير. بالظبط، هي الفكرة توسعية إن شاء الله وماشيين فيها. ليه بنعمل كده؟ احنا بنقول إيه يعني احشي هذا الفكر بجرعة ثقافية عشان يبعد عن الارهاب، ما يحدش يلعب في دماغه، يعني ما هو ده بدون ثقافه ممكن اي حد من الخارج يجي يلعب في دماغه بوظ الدنيا. ابعدوا عن الرذائل، ابعدوا عن الايه، عن عن المخدرات. يعني المثقف بيحوي ما يحوي في هذا الصندوق اللي ربنا فعلا كرمنا وجعل العقل فوق فعلا، ليه ما نكرموش ويبقى له غذاء؟ غذاء العقل هو الكتاب. عندما يمتلئ هذا الصندوق بهذه الثقافات لن يستطيع ان يغزوه انس ولا جان. صحيح. يعني مش هيلعب في دماغه ويجره بقى للارهاب، يجره بقى للمخدرات، يجره طبعا. يعني بنقول يا جماعه الجيل الجديد ده عايز فعلا وعي، محتاج ثقافه، عايز محتاج ثقافة. وعي طبعا، عايز فعلا اللي احنا ايه نوعيه، عايز برامج باستمرار في الاعلام. الاعلام برضه عليه عامل مهم جدا جدا. اكيد. دي المباراه الثانيه حضرتك. المباراه الثالثه عملنا مسابقه لادب الطفل، وان شاء الله هنروح لمستشفيات سرطان الطفل نهدي للاطفال بعض القصص الملونه. قاعدين على الاسره البيضاء طبعا، يعني لا حول لهم ولا قوه. بنحاول ان احنا نرسم على شفاهم الابتسامه، بنحاول نخفف عنهم الالام بشويه قصص جميله كده يستفادوا منها طبعا، ويلونوا ويبقى في حاجه كده اسمها اللي احنا بنساهم بنساعد ان احنا فعلا نخفف عنهم ألم. وطبعا الشفاء بيد الله عز وجل. ده حرك طبعا الثلاث مباريات اللي هم خارج نطاق المعرض. في مبادره مهمه جدا جدا داخل المعرض، ودي برضو اول دار نشر في مصر بتعمل الكلام ده، اللي هو بدل كتابك القديم بكتاب جديد. الله، دي جديده خالص بقى جداً. دي فكره جديده جدا الحقيقه، اول مره بسمع عنها. نعم. نبدل كتابنا القديم بكتابنا الجديد. أيوه. بالظبط، هيختار طبعا اي كتاب يشور عليه من المبدعين. احنا عندنا طبعا كبار الشخصيات الادبيه في مصر والوطن العربي. هيشور على اي كتاب، يسلم الكتاب القديم بتاعه وياخد ايه كتاب جديد. ليه بقى؟ لان الكتاب القديم بندخله برضو ريسايكليشن في قلب المبادرات. الله. ليه؟ لان الكتاب اللي حضرتك على فكره معاك قديم هو بالنسبه لي جديد، لان ما قراتوش. يبقى هنا بنعمل ريسايكليشن، بنعمل بالظبط شغال. الفكره هو نشر الوعي الثقافي وسط كل الاجيال، وبالذات مركزين على الجيل الشبابي. جيل الشباب ومهم. نعم. جدا. نعم. الحقيقه نطلع فاصل سريعا مع كل ضيوفنا الاعزاء ومع كل شبابنا، وبعدين نرجع مع بعض عشان نكمل كلامنا عن معرض الكتاب الدولي. مشاهدينا اسمحوا لنا نروح لفاصل، وبعدين نرجع مع بعض نكمل فقرات برنامج اراده مصريه.